نظم معهد البحرين للتنمية السياسية ندوة بعنوان مسيرة البناء والتقدم البحرين أنموذجا بمناسبة اليوبيل الفضي لذكرى تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم. تحدث فيها كل من معالي الشيخ خالد بن علي بن عبد الله الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز وسعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام. بالتزامن مع الاحتفال بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد، جاءت الندوة الحوارية بعنوان مسيرة البناء والتقدم البحرين نموذجا، التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية في صرح الميثاق الوطني لتؤكد على ثوابت المسيرة الوطنية المباركة في مجالات القضاء والعدل والصحافة والإعلام. تحدثت فيها شخصيات وطنية مرموقة ذات باع طويل في العمل الوطني المخلص. لا شك بأن احنا اليوم نحتفل باليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، ونحن بالذات يعني كمواطنين عاصرنا وساهمنا أيضا حالنا حال كل شعب البحرين في هذه الفترة الزمنية إن كانت قصيرة ولكن الإنجاز كبير. تشرفنا في معهد التنمية السياسية باستضافة شهود عيان على قصة نجاح البحرين خلال 25 عام. احتفاء البحرين اليوم باليوبيل الفضي هي مسؤولية لكل المؤسسات لإبراز قصة نجاح نفاخر فيها، قصة نجاح خاصة فينا احنا كبحرين. صاحب الجلالة الملك المعظم قدم تجربة سياسية خاصة للبحرين بدأت منذ 25 عام بإنشاء سلطة تشريعية بنظام المجلسين، بإنشاء العديد من المؤسسات، مجالس بلدية، ديوان رقابة، مجلس مناغصات، أمانة عامة للتظلمات. معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز وسعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك المعظم لشؤون الإعلام متحدثان ندوة أكدا على عدد من الرسائل الوطنية التي بيّنت ما حققته مملكة البحرين من إنجازات ونجاحات على كافة الأصعدة بفضل الرؤية السديدة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. طبعا الندوة الحوارية بين فيها الضيفين معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وسعادة الأستاذ نبيل بن يعقوب الحمر المرحلة التي تخلى هذا اليوبيل الفضي لسيد جلالة الملك المعظم. طبعا ابتدى هذا المرحلة وهذا اليوبيل الفضي بالميثاق العمل الوطني الذي هو لا شك كانت فكرة فريدة من قائد فذ كرس حياته لأجل البحرين، مما نتج عنه هذه المسيرة التي اليوم عشناها طوال 25 سنة الماضية. حضور كبير ومتنوع شهد الندوة وأكد على أهمية ما طرحته من موضوعات مهمة تؤكد على مدى النجاح والتميز للمسيرة التنموية الشاملة التي أسس لها وقادها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد. حديث شيق شغف عقول جميع من حضر ندوة مسيرة البناء والتقدم التي طرحت كل ما يتعلق بالقضاء والعدل والإعلام والصحافة التي مرت بها مملكة البحرين خلال 25 عاما الماضية بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.